عليكم ورحمة الله وبركاته. شان 2022، مجيد ببرة، مشروع مدرب محترف. تعالوا نسمع ماذا يقول في الإعلام الجزائري. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة. قلت لك انا هذا العرس الافريقي صراحه ما كناش نتبعه، ما كناش نسمعه به. زيد ضف الى ذلك المنتخب السنغالي منذ 11 سنه لم يشارك في هذه البطوله. هذه اليوم هو بطل افريقيا للاعبين المحليين. اقول السلطات وكذلك رئيس الجمهوريه اعطاه تعليمات صارمه باش يوضعوا كل الامكانيات، كل واحد في القطاع تاعو، بل لانجاح هذه الدوره هذه. والحمد لله نقول لك انه الدوره نجحت قبل انطلاقها، لانه شفنا انه التشويش كان تشويش كبير على من البلد اللي تعرفه عماد يشوش على الجزائر. لكن نقول لك انه اليوم الحمد لله اليوم الجزائر نجحت، ونفتخر بكل ما قدمه الجزائريين، خاصه الجمهور الجزائري اللي كان متعطش باش يشوف كرة القدم وفي ملاعب جديدة، في ملاعب بمستوى عالي بمعايير عالمية. اليوم الحمد لله عندنا ملاعب نقدر نطمح باش ننظموا أكبر المنافسات عالمية ولا حتى قارية ولا إقليمية. لهذا أقول اليوم بغض النظر على النتائج الفنية، أقول نفتخر أولا كذلك بالمسؤولية، عطاو كل الإمكانيات. نفتخر كذلك بالطاقم الفني على رسول مجيد بوقرة، وكذلك باللاعبين اللي بذلوا كل المجهودات تاعهم. لأنه تصور عماد أنه يعني فيس شامبيون تاع كأس الشان، عندك أحسن هداف، عندك أحسن لاعب، أحسن جمهور، عندك كل أحسن دورة، يعني كل جوائز، فتنا بكل جوائز. زي تصور انه فريق لم يتلقى حتى هدف، احسن دفاع، احسن هجوم، يعني تشوف كل الالقاب الفرديه والجماعيه كانت من نصيب المنتخب الجزائري. انا اقول لك والله صراحه كنت متاثر يعني كثير بعد وصولنا الى ضربه الترجيح، لان لو تعود الى ضربه الترجيح هي صراحه ضربه الحظ، ولو رضا في بعض الاحيان ما يشاطرنيش. لكن نقول لك انه رضا طيلت ضربة الجزاء ليست ضربة الحظ. معليش هو اللي يشوف كيفاش يسددوا منتخب السنغال تعرف انه ماشي حظ. لا شوف عماد، قراءة في الحارس، شوف عماد، شوف عماد، كاين الكرة ولات عولمة ولات علما. كل حارس، كل حارس في ضربة ترجيح عنده الأسماء تاع اللاعبين، وخاصة اللاعبين الاختصاصيين والمنفذين اللي ينفذوا ضربة الترجيح. لا نقول لك، لا في بعض الأحيان نقول لك، في بعض الأحيان لما تمشي لضربة ترجيح عندك نسبة مئوية تاع الحظ، عندك نسبة مئوية. لكن نقول لك أنه اليوم نفتخر الحمد لله. الجزائر تقدر والجزائريين يقدروا يشوفوا ولا يقدروا يطمحوا باش ننظموا أكبر المنافسات العالمية، لأنه جار السوء أكيد ربما راح يفرحوا بهذه الخساره. لكن نقول لك احنا الجزائريين كلنا فرحانين بكل ما قدموه الجزائريين، بكل ما قدموه اللاعبين والطاقم الفني، وخاصه الامكانيات اللي وضعتها السلطات لانجاح هذا العرس الافريقي. ومتاكد انه الهيئات الكرويه سواء الفيفا ولا الكاف جد فرحانين بما شافوه في الجزائر، بما عينوه، بكل الامكانيات اللي وضعتها الجزائر لانجاح هذا العرس الكروي. واضح مصطفى مازال، تحدثت عن المرافقة السياسية. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في تغريدة عبر حسابه على تويتر: شكرا للفريق الوطني على الأداء البطولي طيلة دورة الشان، وشكرا للجماهير الجزائرية على إنجاح البطولة القارية. رضا، متى مرافقة سياسية ودبلوماسية تتويج هو بنجاح الشان قبل تتويج باللقب؟ ما شاهدناه وما تابعناه من تنظيم محكم ومن نجاح باهر في استضافة الشان إن دل على شيء فإنه يدل على تطور العقلية الجزائرية في تطوير المنشآت وإنجاح المسابقات. بالطبع، يعني لا نجاح لرياضية إلا نجاح يعني على السياسيين. أنا نظن باللي لا فولونتي بوليتيك تاع فهمت المسؤولين تاعنا هي اللي خلاتنا يعني في هذا المستوى. شوف يا اخي، عندنا 17 سنه وحنا نعانيو من هذا الملعب على الانجاز تاعو. انا نشفى شاك فوا ندخل الصيف من تم نخرج من تم، يعني كنت نتاسف كثير لهذا المحال في هذاك الملعب.
أخي عندما تكون إرادة سياسية في 6 أشهر أصبح الملعب جاهزا، وأصبح شوف يعني العقلية كيفاش تبدلت تاع المسؤول الجزائري، وأنه يخمم في الشباب تاعو، يخمم في يعني في مستقبل هذه البلاد. يعني نتكلموها بصراحة، أنني نتكلموا شوية سياسة. كنا في الماضي يا أخي حكام ما كانوش يمنوا في البلاد هذه، فهمت؟ كنا الناس كانت عايشة في فرنسا، تروح لفرنسا، كل شيء في فرنسا. الآن الحمد لله الحكام توعنا، يعني حكام الرشداء رايحين بهذا المستوى هذا اللي قالوا عليه، خاصة يعني التسيير عقلاني للبلاد. شوف كيفاش يا أخي الناس تقول لك على يعني على اللي تاع 1.5 مليون، يعني حجدوا شباب في 1.5 مليون تاع العطالة هذيك، حجدوهم. شوف يعني الناس وين الناس ادات ملايير، فهمت؟ ما كانوش يتكلموا عليهم. وكي الشاب يعني رئيس الجمهورية مدلو 1.5 مليون يعني باش يكون يعني يعاون روحه الشاب هذاك العطال، فهمت؟ البطال هذاك. شوف يعني كيفاش الناس حسدت. انا نظن باللي الحمد لله الحمد لله هناك مسؤولين اللي راهم يشوفوا في الشعب، اللي راهم يتحايروا على الشعب. خاصة ان شاء الله الشباب بالطبع، خاصة الشباب. ان شاء الله ان شاء الله نحوسوا على التغيير في التسيير يا اخي ان شاء الله. في الاندية، خاصة في الاندية الرياضية هذه لازم تكون تغييرات جذرية. مرشان هذا ان شاء الله او في نهاية الموسم لازم تكون هناك تغييرات جذرية، لان واضح. هذا المسؤولين هذو راهم في الفرق من اجل الاموال وفقط يا اخي. واضح، انا اقول هيك. واضح رضا ماتان. فريد مطاوي، يقال ان مسابقة الشان لن تتجدد مستقبلا، ربما هذه اخر نسخة حسب اخر الاخبار. ما هو مصير المنتخب الوطني للمحليين في هذه الحالة؟ سواء احتفظ بها او كانت هذه اخر نسخة، يعني المنتخب الوطني المحلي لا يعني لا مستقبل له في يعني في كدورة يعني ولا كمشروع. المنتخب الوطني المحلي يستطيع ان يبنى في اي ظرف ويحل في اي ظرف. حتى لو فزنا بهذه البطوله وحتى لو احتفظت الكاف بهذه البطوله، سوف لن تجد بعض اللاعبين في البطوله القادمه. هذا من يعني من حكمه كره القدم ومن قواعد كره القدم، انك تجدد هذا المنتخب وتبني هذا المنتخب وفق المعطيات ووفق الاهداف المسطره. من المفروض ان هذا المنتخب عندما تكون هناك بطولة قوية وعمل قاعدي، من المفروض أن المنتخب المحلي هو الخزان الأول للمنتخب الوطني الأول. ليس هذا هو حالنا للأسف الشديد، لأننا عادة ما نستقدم اللاعبين الموجودين في المهجر كورقة رابحة، وهذا اللاعب هو الذي استطاع أن يحدث ثورة في العشرية الأخيرة على مستوى المنتخب الوطني الأول. لولا اللاعب الجزائري الموجود في أوروبا لما استطعنا أن نحقق ما حققناه في العشرية الأخيرة. لذلك أنا أقول بأن مستقبل هذه الدورة لا علاقة له بالمنتخب المحلي. المنتخب المحلي من المفروض أن يكون، نتحدث على المنتخب أقل من 23 سنة، منتخب أقل من 20 سنة وما إلى ذلك. علينا أن نكون المكونين، علينا مثل ما كان يتحدث رضا، يعني مثل ما استثمرنا في الجانب اللوجستيكي وفي الجانب التجهيز وفي هذه الملاعب، على السلطات أن تواصل هذا المجهود وتلتفت للاستثمار في النوادي. هذه الملاعب التحفة لو لم تجد بعد الشان فرق كبيرة تحتضنها وتستطيع أن يعني تستثمر في هذه التجهيزات، لا تحولت في ظرف قياسي إلى أطلال. لذلك مثل ما يعني استثمرنا في الملاعب، علينا وعلى السلطات أن تستثمر في النوادي. عليهم أن يختاروا عدد من النوادي لا يفوق ربما 10 نوادي، يكون الاستثمار وفق مناهج علمية رياضية بحثة، وتكون البطولة يعني تكون هذه النوادي قاطرة لهذه البطولة، ولننتظر ربما بعد 5 6 سنوات 10 سنوات أن نجد ثمار هذا الاستثمار في اللاعب، في المكون، في المدرب وفي الفريق، قبل أن يعني ننتظر هذه الدورات وننتظر حدوث المعجزات. أنا قلت لك في هذا البلاطو، الماجيك ليس ساحرا، الماجيك هو تسمية لمجيد وليس يعني ترجمة لكلمة الساحر.
لا يستطيع ولن يستطيع مجيد بوقرة أن يتحصل على كؤوس وما إلى ذلك بهذا العمل القاعدي. اليوم إذا أردتم أن نلوم مردود هؤلاء اللاعبين، علينا أن نلتفت إلى النوادي وليس إلى الطاقم الفني. واضح فريد مطاوي، راح نولي ليك على بوقرة. مصطفى مزه، هل يمكن القول ان بوقرة احدث ثوره او احدث طفره لدى اللاعب المحلي، اعاد الهيبه لهذا اللاعب ومنحه ثقه وجرعه امل كبيره؟ لا اتحدث عن اللاعبين المتواجدين في المنتخب الوطني حاليا، وانما حتى بقيه اللاعبين المتواجدين في البطوله باندثار منتخب المحليين في حاله ما تم ازاله هذه البطوله. أقول لك الجزائر أعادت الروح للشان أولا. ثانيا أقول لك أنه مجيد بوقرة في وقت وجيز عرف أنه يكون منتخب تنافسي بكل العوائق بكل المشاكل التي عانى منها قبل البطولة، نقولها بكل صراحة، لأنه حتى مجيد ما يتكلمش، لكن حنا في بعض الأحيان لازم نقولوا الأشياء ونسمي الأسماء بمسمياتها. ثالثا أقول لك أنه لو تشوف تعداد المنتخب الوطني منذ مجيد بوقرة تغير 3 مرات ولا 4 مرات مقارنة بالتربص الأول. التربص الأول أنا عاود شفت يعني كل القوائم وكل اللاعبين اللي استدعاهم مجيد بوقرة مختلفين تماما على اللي راهم يلعبوا في هذه الدورة دي ولا اللي يلعبوا هذه الدورة. لهذا أقول لك اليوم نفتخر لأنه عندنا ناخب وطني، عندنا طاقم فني في المستوى، لازم كذلك نستثمر في هذا الطاقم الفني. لازم مجيد بوقرة أصبح مشروع ناخب وطني يقدر يمشي بعيد في التدريب، لأنه يعني حسينا اللمسة تاعو، حسينا الطينة تاعو، حسينا كذلك العمل الكبير اللي يقوم به كذلك كل من مطمور وكذلك الحارس مدرب الحراس بن حمو. لهذا نقول لك انه اليوم الطاقم الفني متكامل صراحه، العلم الكامل لكل الطاقم الفني وكل الفنيين اللي رافقوا هذا المنتخب هذا، لانه اليوم ولا نتكلم بصراحه على كاس الشان. كاس الشان هذه اصلا واحد ما كان عطيها قيمه مثل ما اعطتها القيمه وسوقتها الجزائر الى بلدان اخرى، الى بلدان عالميه، الى افريقيا. نقول لك اليوم الحمد لله شفنا اشياء كثيره ايجابيه، ولازم كذلك نستثمر في الايجابيات ونصلح السلبيات. واضح مصطفى مزه. ننتقل لملعب نيلسون مونديلا والى كلمه لامين كامارا رجل المباراه لاعب المنتخب السنغالي. En m'entraînement, parce que bon, le coach nous a motivés et toute l'équipe était dedans. Bon, on a, chacun a pris sa responsabilité et on est allé. Le niveau 9, il a arrêté, mais bon, nous aussi on a arrêté. Et ça arrive, c'est du foot. Et maintenant on a remporté le trophée, Alhamdoulilah. Yes, question here. Félicitations Lamine, vu que vous avez remporté 3 fois ces titres d'homme du match, quelle appréciation faites-vous de votre chien, vous personnellement? Êtes-vous satisfait? Oui, je suis tellement fier de moi. Et malgré que je n'ai pas été nommé meilleur joueur de la compétition, mais c'est rien, j'ai gagné la coupe et c'était vraiment l'objectif. Et j'ai arrivé à remporter le trophée. Et maintenant, on va voir ce que l'avenir nous préserve, parce qu'on n'est pas là pour jouer seulement la chaîne, on a joué pour avoir des contrats professionnels et on va bien se concentrer, ce qui va arriver après, inchallah. Merci beaucoup Lamine, et encore une fois félicitations pour votre sac ce soir. Merci. Merci beaucoup. كامارا يلعب جينيراسيون فوت، كاين 6 لاعبين من جينيراسيون فوت وكذلك 3 لاعبين من بطل السنغال كازا سبور. يعني تشوفوا هناك تقريبا لاعب
من الفرق الاخرى، لكن مصطفى في هذه السرعه طيس لنا هذه المعلومات كاع. انا كنت نتبع انا في هذا كاميرا، تبعت عده لاعبين في سي دي بي هذا المنتخب، عده لاعبين ممتازين في هذا المنتخب، ومتاكد انه هاد اللاعبين راح يمشوا الى فرق انتقاليه، راح يمشوا الى اوروبا، متاكد من ذلك، لانه شفنا مستوى كبير لهذا. 18 سنة يعني معدل العمر، معدل العمر اكثر يعني اقل من 22 سنة. لهذا نقول لك انه كنت نتكلم في الحصة تاع البارح ايمات، كنا نتكلموا على اللاعبين اللي يستهدفهم الفرق الاوروبية. ما يديكش لاعب في عمره 28 سنة، ما يديش لاعب في عمره 29 سنة، ما يقدرش يستمر فيه، ما يقدرش يوجدوا باش يعاود يسوقوا. يعني هو الاساس والهدف تاع الفرق هو تسويق هاد اللاعبين باش يعاودوا يبيعون يعني قيمه سوقيه كبيره من اللي جابوها. واضح مصطفى مازن. نتابع مشاهدينا الندوه الصحفيه لمجيد بوغرا مباشره من قاعه المؤتمرات التابعه لملعب نيلسون مونديل. On fait une compétition, on va parler de zéro but encaissé. On fait une compétition sur les zéro défaite, sans les pénalties, avec les meilleures attaques, avec le record de 9 points. Voilà, c'est pour ça qu'on est déçu, parce que on méritait. En plus, on avait cette opportunité de. سنعود للندوة الصحفية بعد قليل. رضا متم، منتخب بوغرة، الكل يتساءل عن مصير هذا المنتخب، والكل يتساءل أيضا عن مستقبل الناخب الوطني مجيد بوغرة. توقع أنه سيواصل أم أنه سيغير المحطة نحو أندية، نحو تدريب أحد النوادي؟ نظن باللي شوف مجيد بوغرة مع المستوى اللي أظهر به سواء في الشان سواء ما قبل، انا عنده اتصالات مع انديه يعني في الخليج، نظن يعني الاحسن ليه هو يروح فهمت ويزيد كما يعني كما كان يتكلم يعني نساوني 5 سنين. انا نظن باللي شوف يعني كيفاش يعني اللي طري امبل فهمت فريد لانه انترينور اللي متحمس لك انه عقلاني في تسيير مسيرته التدريبيه مثلما كان عقلانيا في تسيير مسيرته كلاعب. شوف مجيد بوغرا هو اولا كما كان لاعب هو مدرب، شفناه يعني بهذيك الشخصيه. رضا متم لتصريحات الناخب الوطني مجيد بوغرا في ندوه. كونيتيل دو تون افنير ميرسي. Est-ce que je vais commencer par la fin, en ce qui concerne mon avenir, c'est pas du tout d'actualité, c'est pas le plus important. On verra avec le président, Inch'Allah. Et pour les joueurs, merci, c'est important de les féliciter. Déjà, on félicite le Sénégal, on n'oublie pas. C'est un match serré, c'est deux équipes qui méritaient d'aller en finale, deux équipes qui méritaient de la gagner, tout simplement. Et dès la fin du match, je suis parti voir. La Abine, je leur ai dit les gars, soyez fiers de vous, levez la tête, soyez fiers de vous. Voilà, le pénalty, c'est comme ça, c'est double tranchant. Et voilà, il faut lever la tête, vous avez encore une carrière devant vous. Il y a des matchs de Champions League pour certains, il y a le championnat, il faut vite autre chose. Moi, en tout cas, que je gagne ou que je perds, je repasse très vite à autre chose. Voilà. Quand tu sais que tu as fait le travail, voilà, avec le staff, je dis tout mon staff, quand tu sais que tu as fait le travail, t'as pas de regret. Et c'est ce que j'ai dit aux joueurs, n'ayez pas de regret, vous avez tout fait. Tout fait depuis un an et demi avec des super stats. Donc voilà, on l'accepte. On accepte tout. Alhamdulillah. Voilà. Dieu nous a donné beaucoup de bonheur aussi pendant. Je parle à mon staff et moi et mes joueurs. Et alors après, si vous voulez parler du match. Voilà, on était un peu déçus. Même nos joueurs à la mi-temps étaient un peu déçus de la première mi-temps. Je pense que l'enjeu a pris le dessus. Voilà, un peu trop de pression, on se précipitait un peu trop. Après, on a commencé à être beaucoup mieux en deuxième mi-temps. Voilà, on n'a pas concédé beaucoup d'occasions, comme son habitude. On a eu des coups de pied arrêtés, on a eu des situations, on n'a pas réussi à les mettre. Mais alhamdoulilah, voilà, on reste positif. كانت هذه تصريحات الناخب الوطني مجيد بوغرا. مصطفى مازا
في عجاله لانه الوقت انتهى. فريد معطل ايمن متاثر مصطفى كما son habitude في الاشراف على منتخب اقل من 23 سنه او ما الى ذلك، لان مجيد بوقرة علينا ان نستثمر فيه لننتظر يعني نتائج ذلك الاستثمار بعد 4 أو 5 سنوات القادمه بحول الله. شكرا جزيلا فريد معطاوي على ما قدمته اليوم.